في اقدامك على هذا الزواج. رحيم المباركي، مندوب التعاون الوطني بعمليات استخراج التمرة. اليوم تنعطي واحد الانطلاقه ديال واحد المشروع اللي هو تحمل ديال الوساطه الاسريه اللي تحمل الجمعيه ديال العهد الجديد، واللي هي كانت من ضمن الجمعيات الملتقات اطار اعلان عن طلبات المشاريع للجمعيات، طلبات المشاريع الخاص بالجمعيات برسم سنه 2022 اللي دارته وزاره التضامن الاجتماعي والاجتماعي والاسره. والهدف من هذا المشروع هو هو تحقيق واحد المشروع ديال فيما يخص الوساطه الاسريه والتماسك الاسري اللي تندرج في اطار الاستراتيجيه ديال وزاره التضامن الاجتماعي والاسره، اللي هو مشروع جسر للتنميه الاجتماعيه دامجه ومستدامه. والهدف من هذا المشروع هذا هو كما قلت انه المراعاه يعني كما قلنا التماسك الاسري والمصلحه الفضلى للاطفال يكون تنتج على هذا التفكك الاسري هذا، واللي تنتج له مجموعه ديال المشاكل الاجتماعيه يعني متنوعه وجد معقده وتتكون باهظه التكليف بالنسبه للعلاج او الاصلاح ديالها. ولهذا ان هذا المشروع تندرج في اطار يعني الاستراتيجيه ديال الحكوميه 2021-2026. الهدف ديالو هو قلنا انها نحاولوا نخفوا من هذا يعني ذوك النزاعات الاسريه والحفاظ على التماسك الاسري، واللي تيكون هو واحد البديل ديال التدبير وحل الخلافات والنزاعات الاسريه بجميع اشكالها كما جاءت في الكلمات ديال المتدخلين، ليس فقط ما بين الزوج والزوجات، يكون حتى ما بين الزوج وما بين الازواج وكذلك الابناء حتى داخل يعني ما بين الابناء والاباء ديالهم. وبالتالي ان الحفاظ على الاسره ديالها وعلى اللبنه الاساسيه ديال المجتمع ديالي هي الاسره، غادي يكون يعني يكون قوينا يعني واحد تحقيق واحد تماسك اجتماعي عادل ومنصف، وبالتالي ان يعني يكون واحد يعني واحد تخفيف من المشاكل الاجتماعيه اللي تكون عندها واحد الوقع سلبي كثير على يعني على المجتمع. السيد محمد علو عدل الموثق بابتدائيه تمارا، حضرنا هذا اللقاء المبارك في مركز ديال الشباب. كان الهدف من هذا اللقاء هو الوساطة الأسرية التي يشتغل عليها المركز والأعضاء والأطر المتواجدة فيه، وكما أنه عقد عدة شراكات مع بعض الفرق المدنية للاشتغال على هذا المشروع في الوساطة الأسرية، ويكون رأي موحد لدى جميع الشركاء إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله هذه الخطوة تكون خطوة يعني لإصلاح بعض الأعطاب التي تقع داخل الأسرة، لأن كما نعلم بأن الأسرة المغربية كتعيش الآن واحد المخاض نتيجة بعض الأشياء التي تقع داخل الأسرة. لذلك المجتمع المدني يتنبه وارتأى أن تكون هذه بداية إن شاء الله في هذا النسق، تماشيا مع الخطابات الملكية التي دائما تصبو إلى العمل والخدمة من أجل الأسرة ثم الأسرة ثم الأسرة. ونطلب الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، والله يسر الامور، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب العيادي، استاذ باحث في علم الاجتماع بكليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه بالقنيطره. اللقاء اليوم هو اعطاء انطلاقه لمشروع مهم جدا يهم الوساطه الاسريه. يعني حامله المشروع جمعيه العهد الجديد يعني اصرت على ان تستدعي مجموعه من المتدخلين في مجالات ذات صله بالوساطه الاسريه. كان اللقاء اليوم مهم جدا، كانت في مداخلات قيمه من مختلف التخصصات، كان الحضور كذلك مهم جدا، وهذا يدل على شيء اساسي هو انه فعلا هناك حاجه قويه للوساطه الاسريه خاصه بمدينه تمارا، حيث ان هذا المشروع هذا حامله المشروع جمعيه بها طاقات يعني جمعويه كفاءه ونيطت بها هذه المهمه الجسيمه. تم في هذا اللقاء هذا بطبيعه الحديث عن الوساطه الاسريه بخصوص تصحيح المفهوم حتى بطبيعه الحال تتم الانطلاقه بشكل صحيح. كذلك تم التحدث عن تفاصيل المشروع او مقومات نجاح هذا المشروع بطبيعه الحال من خلال مختلف التدخلات وكذلك التوصيات التي انتهى الى اللقاء. اعتقد ان هناك مؤشرات جد ايجابيه على ان هذا المشروع هذا سيفيد اولا ساكنه تمارا، وكذلك يمكن ان
ان يتم تعميمه كتجربه، خاصه وان الوزاره الوصيه على القطاع يعني تشتغل على هذا الثلاثي قطب في افق انشاء خطب الخبره في المجال الاجتماعي، يعني لها ثلاثه البرامج. البرنامج الاول هو الوساطه الاسريه، والبرنامج الثاني هو التربيه الوالديه، والبرنامج الثالث الارشاد الاسري. كانت البدايه مع الوساطه الاسريه، اعتقد انه اطار ما تم التصريح به في اطار دفتر تحملات يعني الذي طرح علينا كحضور كمتدخلي، فهناك إصرار على أن يكون التكوين في هذا المجال، وكذلك إنجاح التجربة يعني واحد الوعد قطعه الجميع. ومن جهتنا سواء في إطار البحث العلمي أو في إطار المؤسسة الجامعية أو كذلك متدخلين ميداني من مدينة ميرا، لا يمكن إلا أن ندعم مثل هذه المشاريع، ونحن على استعداد الانخراط بطبيعة الحال في إنجاح هذا المشروع الذي في نهاية المطاف لا يمكن إلا أن يفيد المجتمع المغربي والأسرة المغربية اللي هما ماشي شي حد آخر من غيرنا حنايا. وأشكركم كذلك أنتم كإعلام، لأنه فعلا تؤدون هذا المهمة الوسيطة بيننا وبين من لم تسعفه الظروف الحضور، فأنتم طبيعة الحال كنتم يعني خير أمين في أن تنقلوا مجريات هذا اللقاء هذا. فأنتم كذلك في إطار ثقافة الاعتراف تستحقون الشكر على المجهودات المبذولة، وأتمنى لكم كل التوفيق. شكرا.